مش المفروض ان انا اخلي البيشنت اللي قصادي يتعرض لاني فورم اوف انسلت بسبب. فبالتالي اطلب بين لو هيتكلم عن كيميكال دايت تقعد كيميكال دايت على اي دكتور تاني، ولكن انا مسؤوليتي ان انا امشيه بالدايت اللي ممكن يخسسه في الشهر بالكيلو اللي هو عايزه مع رياضه هيقدر يعملها في شهر في اثنين. بس النصيحه لمده ست شهور جايين لو فكرت ان انت ما تكملش بالمينتنس على الكالوريك انتيك اللي انا وصلتك ليه اللي هو ممكن يبقى 1100 1200 كالوري في النهايه، يكبر ان انت ترجع ويحصل تاني ان الفات سيل تكبر في حجمها بسهوله. هي بقى ايه ده شرينكج؟ عادي ست شهور. انت شرينكج في السايز بتاعها وما تقدرش تكبر تاني، طب بس برضه ما تاذيش نفسك وعملت من الفات سيل سايز دي حاجه تانيه يعني. في انذر تايب اوف فات اسمه فوسفين. على فكره الترايب سبايس اسمها ترايب لانها فيها ايه؟ فيها شعر فيها ثلاث انواع من الفات سيل. فيها ثلاثه فاتي اسيد، المين كومبوزيشن بتاعها ثلاثه فاتي اسيد. الفوسفوليبيد فيها فوسفوليبيد ومعاها فاتي اسيد. الفوسفوليبيد ده مهم بايه؟ للبرين فانكشن. عارفين ده موجود فين؟ ايه؟ زي ما قلنا قبل كده مش بس النقص فيها بروتين، عشان كده احنا بنديها للاطفال كسبلمنتيشن. المدارس بره بيوزعوا على الاطفال بينات. انا هنا اتلغى خالص ما اعرفش يعني انا كنت بشوفه في المدارس فقط وكنا نجيبه للولاد ويبقى تستدني او كده، تفاجئ ان اتلغى المصري خالص وطلع المستورد ب 15 جنيه، طب يعني البيناتس مهم للاطفال. لو يوزع في مدارس كسبلمنتيشن هيديله البروتين وهيديله الفوسفوليت and it regulate and maintain brain function. I usually ما بحبش حد يتكلم وانا في المحاضره، بس انا خفت ان انتوا تهموا بيه، فخلينا بلاش صوت عشان هجيب ستوب الاوضه واصلي كل اللي انا عايزاه. This is a must. لازم يعني مش لازم برضه اروح اقول للمنظر اللي جاي لي في برايمري هيلث كير ينصح ان انت تدي الاسناك، ولا حتى اللي بيجوا لنا في اي مكان يعني ينصح ان انت تدي الكاش والفستق والرز. في حاجه اسمها فول السوداني، فول السوداني برضه رخيص. ربنا خلق غالي وخلق رخيص والحمد لله الاكلات موجوده موجوده هنا. اوكي؟ فبلاش حد بقى ايه غلط بتاعك في اي حاجه. الستيرويدز دي هي اللي بتعمل الكوليسترول في الاسنان. وارجع تاني اقول لك اهميه الفاكهه عشان انا بس تتكلمش. احنا كل الهرمونز في جسمنا معموله من الفاكهه. الكورتيكوستيرويد، الاستروجين، التستوستيرون، كل انواع الهرمونز المكون الاساسي بتاعها الكورتيكوستيرويد اللي هو اساسا انت بتاخده منين؟ من الاستروجين. And the precursor of the bile acid. البايل اسيد ده اللي بيطلع من الجول بلادر عشان يساعد الدايجيشن اوف فات او يساعد ان جنرال الدايجيشن، وده محتاج الكوليسترول اللي انت بتاخده فيه الاستيرويد بتاعي. فده مش معناه ان انا امنع ومش معناه ان انا اخد كتير. بيدخل في الفانكشن اوف سيل ميمبرين، بيدخل في الفانكشن بتاع الهارت والليفر والكيدني، بيدخل في الفانكشن زي ما هنقول بكره للفيتامين سي. الفيتامين سي على فكره اللي بيطلق عليه اسم مش فيتامين بروبر، عارفين ليه؟ اسم اسمه السورس بتاعه السان لايت. 75% من تمشي كده على الليفر والكيدني ويعمل لك في الاخر الفيتامين دي، واللي يساعد ان الفيتامين دي يتعمل وجود الاستيرويد. 75% اوكي يا دكاتره؟ فديس از فيري امبورتنت فور اور بادي. ولكن هنرجع نقول برضه ان انت عندك الفات الهيلث يعني الزيوت بكل انواعها زي ما هنقول كمان شويه، زيت عباد الشمس وزيت الذره وزيت اللي هي بتسمعوا عنه دوت وزيت فول الصويا وزيت بذره التان اللي هي فات سي دلوقتي اويل، دي كلها زيوت كويسه جدا وبتديك ريكومند انتيك بتاعك من الاوميجا 3 ومن الاوميجا 6 والزيوت اللي انت بتاخدها من السردين والسلم والكلام ده. This is all healthy. لو انت بقى حبيت ان انت تاخد كوليسترول بكميات كبيره، لو حبيت ان انت تاخد الستيرولز والكوليسترول وتاخد الحاجات اللي فيها السمنه والزبده او اللحوم اللي هي فيها فاتس كتيره، ده جانب برضه مش شرط انك تستخدمها تبقى موجوده في العالم. ايه اللي هيحصل؟ زياده في اللو دنسيتي لاكتوبتين وزياده في الهاي دنسيتي لاكتوبتين. مشكلتنا الاساسيه على فكره مع اللو دنسيتي لاكتوبتين، احنا اتفقنا ان الفاتس مش صلب. If it carried in the blood, it must be carried by protein. And the commonest type اللي هو فيه خطوره عاليه جدا اللو دنسيتي لاكتوبتين. اللو دنسيتي لاكتوبتين ده احنا متخيله كده ماشي في الدم اتكسر. اتكسر بايه؟ فري راديكلز. سمعتوا عنها؟ الفري راديكلز ديت احنا هنقولها. الفري راديكلز ديت المفروض ان احنا اي ميتابوليزم بيحصل في جسمنا بيطلع اند برودكت. الاند برودكت دي اسمها الفري راديكل. على فكره الفري راديكل ديت ممكن يبقى لها نورمال فانكشن في اور بادي.
مصدر بكتيريا فيروس مصدر حاجه مش كويسه، ولكن للاسف الشديد لو زادت عن الحد بسبب ان حد يدخن، بسبب حد تعرض لستريس جامد ولسه في كوز كتيره جدا هتقولها بكره، او بسبب للاسف الشديد عنده حد كرونيك ايمس وفي راديكلز، عارفين الفري راديكلز دي تروح تعمل ايه؟ تروح تعمل ديستروي للنورمال تيشو. ودي على فكره اغلب الاسباب بتاع الكرونيك ايمس اللي بتحصل، بس مش الكرونيك ايمس اللي هو زي الكارديو فاسكولار ديزيز والكلام ده، الكرونيك ايمس اللي هو اغلبه زي الروماتويد ديسوردرز والحاجات دي اغلبها بتبقى بسبب ديستروي وكسل والايجنج بروسس، بسبب ان في فري راديكال طلع كتيره في السنه. الفري راديكال ديت اساسا مشكلتها انها اوكسيدايزد هايبر اكتف راديكال. It is oxidized عشان كده انا لازم اخد لها انتي اوكسيدنت. What's my anti oxidant? It's the ratio of the طب نرجع للقصه بتاعتنا، انا بس حبيت اتكلم معاكم كده عشان تفهموا هي ايه الفري راديكال، لكن احنا هنتكلم ان في بكره عن الانتي اوكسيدنت. الحقيقه ان الفري راديكال دي طلعت الشخص ده اساسا وصل لمرحله هايبر كوليسترولين مش هيبقى عنده فري راديكال كتير، فهو ابتدى يكسر اللودنج ستيلايك بروتين بتاعه. عاده اللودنج ستيلايك بروتين وهي ماشيه في البلاد ستريم بيتس دايجنوست تو بي ان هي في هايبر كوليسترولين ان هايبر كتير، لكن هي اول بقى ما تبتدي تتفسر ويطلع الفري راديكلز تقوم هي تبتدي تعمل انجري للانفا. اند وين انجري انت وتيجي وراها فاتس ثانيه تلزق الفاتس، ذيس از ابوستوليسيس. اتعملت بالابوستوليسيس والجوز وتصلب الشرايين. دي لايك بروتين. مفيش ولا حاجه ممكن تقول لك دي لايك بروتينيه فيها كروستروم بس او فيها ستيرول بس او فيها تريجلسرايد بس، ميكس مع بعض. وكل ما يزيد نسبه الكوليسترول كل ما بسافر. واكتر واحد فيهم وحش هو الفيري لودنج دي لايك بروتين. بصوا بقى بالشكل ده. مين اللي بياخد من الليفر يروح التيشو؟ اللودنج ستيلاك بروتين. ومين اللي بياخد من الليفر يروح التيشو؟ الفيري لودنج ستيلاك بروتين. الهايبر ستيلاك بروتين الوحيد اللي بيحاول يحل المشكله وياخد من التيشو ويوديها للمصر او يوديها للليفر. والليفر على فكره يعني ما هياش هتخزن اعمال على الاطفال برضه، هي ليها ماكسيموم امانت وتدخلها بعد كده في مشكله الفاتي ليفر. فاحنا دلوقتي قلنا ان الليفر ليها كذا نوع. في ترايجلسترايدز وده المين كونستيتيوت اوف اور دايت، وفي ستيرويدز اللي بيبقى مكون منه الكوليسترول وبيعمل لنا كل الهرمونز الاثنين ومسؤول عن ان هو يعمل الفيتامين دي، مسؤول عن الميو سيستم يشتغل كويس، موجود عن السن فين وهكذا. ديفرنت فانكشنز اور بادي احنا محتاجين الكوليسترول فيها. وبعدين عندنا الفوسفولين اللي موجود اكترها في النقص مهمه جدا في البرين فانكشن، السيلف برين حوالين النيرفس سيستم في جسمنا محتاجه فوسفولين. عشان كده اتس فيري امبورتنت فور ذا تشيلدرن ان انت تديهم الحاجات بتاعت اللي هي احنا نقص الحاجات اللي هي فيها الفوسفوليت ازاي تقريبا هو بيشوف البرين فانكشن بتاعتهم. اخدت بقى للاسف الشديد الكوليسترول بنسبه عاليه تبتدي تدخل في مشكله ان اللودنج ستيلايك دي تزيد وتلاقي ان في ترايجلسرايد زياده، تلاقي في هايبر كوليسترولينيا وتبتدي تبقى الدستركشن والاوكسيديشن اوف ذيس لودنج ستيلايك بروتين الفري راديكلز اللي هي زياده في جسمنا، فاحنا ما بناخدش فيش انتي اوكسيد ليها تكسر لك الانتما اوف ذا بلاد فيزنس وتدخل في مشكله الاكروسكليروس. طب انا عايز اخد صوص كويس لو سمحتوا يا جماعه بس. السمنه في انواع كثيره جدا من السمنه على فكره، في سمنه بلدي بتيجي من الفلاحين. ليش سمنه بلدي بتتعمل كده؟ في سمنه مأساوية اسمها السمنه النباتي. اللي هم المفروض اللي بيعرضوا عنها يتحكموا. لان هي مين الاسم بتاعها سمنه نباتي يوحي اي حد فيكم ايه؟ ان هي هيلثي كويسه. دي اوحش نوع سمنه. ليه بقى؟ بص مع بعض على الفيديو بقى. مفيش ولا زيت في الدنيا ربنا خلقه غير لما في ميكتشرز اماونت من الفري من الفاتي اسيدز. واحنا صنفنا الفاتي اسيدز في الاول ايه؟ ساتوريتد ومونو ساتوريتد بولي انساتوريتد فاتي اسيد. الاحمر الساتوريتد والالوان الثانيه دول بولي انساتوريتد اللي هو الايمونيك والايمونيك اسيد. يبقى كل ما الزيت فيه الاحمر اطول هيبقى ايه؟ هو ده اللي بيتعمل منه السمنه دلوقتي. ليه؟ اصل يوجوالي علشان انت تقدر تعمل سمنه من زيت يبقى لازم تعمل حاجه اسمها الهايدروجينيشن بروسس اللي هي بالعربي اسمها المبرشه. الهايدروجينيشن بروسس دي
دي مش بتحتاج انها علشان تبقى مكلفه ان الساتوريتد يبقى قليل، لا، بس الساتوريتد دي معناها انها ابتدت تجمد، فهي علشان ما يحصلش تكلفه بالهايدروجينيشن بروسس تقول لك هات اكتر زيت فيه الساتوريتد اللي هو اسمه ايه قصاده؟ اوحش نوع زيت ببروسس اسمها هايدروجينيشن بروسس، الانترسنت بتاعها ان بيطلع في حاجه اسمها ترانس فاتي اسيد تريسبيت اسيدس. يعني انت بتاذي الناس ان انت بتديهم ساتوريتد فاتي اسيد تعملهم هايبر كوليسترول وهايبر كوليسترول، ويا ريت تاخد اجازه من ماتشوريتي وهايدروجينيشن بروسس تطلع حاجه اسمها ترانس فاتي اسيد اللي ممكن تاذي جسم الانسان المفروض ان الناس تقول والمفروض ان احنا لو مش قادرين نتحكمه ما حدش يستخدم السمنه دلوقتي في غير تاني. اللي عايز يحب السمنه قوي يعمل ايه؟ يجيب السمنه فبالتالي if I consider sources لازم حضراتكم تعرفوا ان احنا في عندنا الانيمال سورس. عايز بقى انت عايز برضه تاخد الفايس بتاعتك من الاكل اشرب اللبن كل الجبنه خلاص يا دكاتره لو سمحت، وفي اللي هي ميت وفي شوك بارتي دي كلهم، لكن لو هنضطر بقى ان احنا نعمل سمنه من الحاجات دي من اللي هي الكوليسترول هتبقى سمنه هتبقى اسمها سمنه برضه عاديه ويتعمل منها اللي هي المايكرو سمنه، ودي هتبقى موجوده من الحاجات اللي هي بنجيبها اكستراكت من السمنه اللي موجود في اللحوم والكلام ده او من الانيمال يعني الانيمال سورس. ولكن يفضل طبعا ان انت تستخدم الزيوت لان هي دي اللي فيها البولي انساتوريت فاتي اسيد الكميه كفايه، سان فلاور اويل اللي هو زي عباد الشمس والكورن اويل والصويا بين. على فكره احنا نسينا في حاجه مهمه جدا بقولها في البروتينز، ان البروتينز كل البلانت بروتين لو بايولوجيكال فاليو اكسبت الصويا، الصويا بين ده اللي هو فول الصويا. الناس اللي هي مش بتحب تاكل اللحوم خالص انا لازم اقول لهم كله فول الصويا ده علشان this is a plant source وفي نفس البيولوجيكال فاليو بتاعت الانيمال بروتين. فديز از ذا اونلي اكسبشن ذا بلاين سورسز اوف البروتين اللي هي بتطبق عليها نفس قصه الهاي بيولوجيكال فاليو فيها كل الاكسبشن. اوكي يا دكاتره؟ طبعا المارك بين السمنه بقى دي الزبده والكلام ده احنا قلنا المشكله بتاعتنا، وقلنا هم بيعملوا السمنه اللي هي نباتي بالهايدروجينيشن بروسس ازاي، وقلنا ان احنا لو هناخد الفاتس بتاعتنا من الزيوت هتدينا كالوريز هتساعد الابسوربشن بتاعت الفات سالت فايتنز اللي هنتكلم عنها بكره اللي هي فيتامين اي وجي وكي وكي، وهتحضر لنا الاكل. يعني احنا بنعمل الاكل بتاعنا كوكينج ليه المفروض منها، انا محتاجه فاتس في جسمي علشان يبقى فيه اسلوب وفي انسيوليشن ما احسش بيه بالسقعه الجامده، لان يعني سقعه احنا مش سقعه اساسا خلاص بقينا اخدت من الاكسس، يبقى انت دخلت في مشكله ان اللودنج سي لايت بروتين زايد. اوكي ان اديشن للاسف كانت بدايه الشخص دوت اوبيزيتي هذا الديابيتس، وبتبتدي تتحول السيكونس بعد كده الى الهايبر كوليسترينيا والهايبر لاكتيميا، وتبتدي الماساه دي الاتروسكلروزيس والكارديوفاسكولار ديزيز، وده طبعا ون اوف ذا كومنست كرونيك انلس اللي احنا بنشوفه دلوقتي وعمم على اغلب مش بس على فكره المصريين ولا بس في الديفلوبد كونتريز كمان في الديفلوبد كونتريز، لان هو يضمه اتليست ان هو نسبه الاوبيزيتي عنده عاليه ونسبه الجنك فود اللي هو برضه بيعملوه عالي، او لازم دايما بيبقى في ديفرنشيشن في ديفرنت سوشيال ستراتا او كوميونتي. زي ما قلت لكم دلوقتي ان انت لو هتعمل هيدروجينيشن بروسس هتطلع الترانس فاتي اسيد، الترانس فاتي اسيد دي ليها مشكله بري كانسرز. يعني انا لو كلت سمن فلاحي عادي مشكلتي بتبقى ايه؟ ان انا باخد ساتوريتد فاتس كتيره هيحصل لي هايبر كوليسترينيا هايبر لوكتيميا، لكن فيها ترانس فاتي اسيد؟ لا. لكن لما تاخد بقى السمن النباتي اللي هم بيقولوا عليه لو طلع سمن نباتي عشان يوهموا الناس انها كويسه، انت ما خدتش بس ساتوريتد، انت خدت الساتوريتد والترانس فاتي اسيد. الترانس فاتي اسيد دي في حد ذاتها خطر جدا لان هي ليها كانسر سنس. ده هي دلوقتي هتزود لك اللودنج سي لايت بروتين ومش هتسكت، كمان هتعمل مشكله في الفانكشن بتاع الهايدنج سي لايت بروتين. ولو بناخد اوميجا 3 واوميجا 6 الترانس فاتي اسيد كمان هتروح تكسرها، يعني ما بتسكتش على انها تاذي كمان بتخلي الحاجات الكويسه ما تشتغلش. المأساة بقى الكبيره اللي هي لازم فعلا بقى يبقى بسببها يتحكموا انها ممكن تعمل كونجنتال انوميس لانها بريكانسرس، فبالتالي هي ممكن تعمل كونجنتال انوميس بين انسلت للفيتس دورينج الديفلوبمنت بتاعته في النيونيتال بيريد اللي هي مين؟ اللي هي الترانس فاتي اسيد. زي ما الناس بتستريكت ماي لايف طبعا لو هيبقى الشخص ده اوبيس وعنده لايف دايبيتس وعنده لايف كوليسترينيا يبقى لازم بقى اللي انا قلت لكم عليه اللي جاي لي لان دكتور البطن خوفه انه ممكن يعمل عمليه وانه ممكن يموت، فبالتالي هو بيجي يقول انا عايز احلل الدايت بتاعي بس مش هقدر يعني اوفرلود، فبديله بس ان انا اقول له يو هاف تو ريديوس 10% 10% على
110 زيت ممكن 10 كيلو 9 كيلو حاجه عادي حاجه بسيطه من الوزن بتاعه مش هيخليه يبقى انت مرض كويس لان كل الجسم بيدخل في ادابتيشن بروس يعني ما تجيش انت تتكلمي في 100 كيلو هينزل 10 بس ايوه هو خلاص جسمه بقى ذاك انا بتكلم عن الجسم مش بتكلم عن جسم كل الناس اوكي فتنقل سيرك من الفازي الفازويت بتاعه طبعا لو هيبقى في مشكله في الجول فلاتر او في مشكله في الابسوربشن انا لازم اخلي الشخص ده يقلل شويه نسبه الفات اللي هو بياخدها وزي ما احنا قلنا الحاجات اللي هي بتبقى احسن في الكيس بتاعتنا ده كله نفس الكلام اللي بيقوله سؤال بقى اخير عايز اسال بيكم مين اللحمه اللي فيها نسبه فات خاصه؟ لحمه منفذه كل قال ها؟ احنا فيها ثلاث انواع من اللحم في لحمه ضاني ايوه اللحمه اللي بناخدها من الخروف ماشي دي حاجه اسمها اللحمه اللي تاني دي لو البافلو لسه سنه صغير دي حاجه اسمها اللحمه الكابوس دي لو البافلو او الانيمال سنه بقى ذا بوينت اوف ديفرنس ما بين اللحمه اللي تاني واللحمه اللي هي الكابوس مين المين اللحمه اللي هي سوري اللي هي اللي جايه ضاني دي اللحمه الضاني الفاتس اللي فيها اكسبوز يمكن حتى ان انت لو سلقتها فالفكره كلها ان اغلب الناس لو طلعت الدور على الدور على الدور بيعتمدوا بياكلوش الخروف بس بياكلوا ايه؟ المعز لان اللحمه بتاعتها دي ما فيهاش دهون كتير طبعا هما بياكلوا بزياده قوي بقى يعني عندهم كل المراحل فما عندهمش لكن احنا هنا عندنا البتلو والكالوس الفاتس اللي فيها انتراسل يو كان سي البتلو ارحم من القصه لكن لو حد شاف لحمه كالوس عند الجزار شافها شوفها وش اللحمه كالوس عند الجزار معرقه فاتس يعني انت اولا انت شيل الفات مش رايح تاكلها يعني انت لو شلت الفات فبالتالي الكالوس دي فيها كميه فات انت بتوصل لجسمك من غير ما تعرف في ناس بتحبها في ناس بتعشقها الفاس عندها حلو لا انا بفكر بس انا مش بفكرهاش فات فات يعني ولا سمك لكن الفاس في ناس في اللحمه بتاكلها بتقعد تجيب بتحب طعمها فتلاقيها اكسترا ماسكلر وتلاقي ان القصه بتاعتها بقى اخر حاجه بقى هنروح لو انت عملت ريبيت فراين متغير واتس مين باي سيس يعني انت عندك زيت زيت وكذا مره بيطلع عشان كده دايما بتنصح اي مكان او اي حد في البيت ان هو ما يستخدمش مع حاجه كبيره يزن فيها يستخدم حاجه صغيره علشان دايما لما تيجي تكمل الزيت ده وبعدها لان اي زيت كذا مره بيطلع الترانس فاتيز فما بالك بقى بماكدونالدز مش ماكدونالدز ده اضخم شويه هو بيمشي في الرموز الاساسيه اللي هي مش هيموت الناس مش هيأذي الناس يعني بيتقي ربنا شويه في محلات الحمد لله بتقعد تقلي في الزيت 4 ايام او طالب ما كانش سنه فبلاش